طبعا شايفين الكسر هنا عامل ازاي؟ ده الجزء العلوي للعصب. ده الجزء اللي تحت. السلام عليكم. الموضوع باختصار، انا كنت بشتري قصبة من امازون امريكا. المهم انا اشتريت منهم كتير عادي، مفيش مشكلة. فطبعا بيتبالك كذا شركة شحن انك تشحن عليها، مفيش شحن مباشر من امازون امريكا لجدة مثلا للسعودية، بالذات في القصبات الكبيرة دي طويلة. فالمهم انا اخترت في قدامي كذا شركة وسيطة للشحن، فانا اخترت البريد السعودي خدمة واصل، كنت جربتها قبل كده ويعني شغالة، فقلت يعني ايه مفيش مشكلة نجرب تاني يعني. فالمهم ان القصبة جت من امريكا، اتسلمت ليهم في عنواني في امريكا تبع خدمة واصل البريد السعودي، تمام وكله تمام وهم استلموا. جينا بقى عشان توصلني، غابت مثلا يجي 20 يوم عبال ما تظهر على السيستم. اكلم خدمة عملاء مفيش، اتواصل معاهم مفيش، محدش بيرد. فالمهم لقيتها ظهرت على السيستم، قلت خلاص كويس يبدأ بقى الشحن. خدت لها الفترة بتاعتها واتشحنت، ورحت انا استلم الكرتونة من بره سليمة. استلمت ووقعت ان انا استلمت وخدت الكرتونة، بفتح الكرتونة بره، طلعت بره عشان افتحها لما رحت على البحر، والفيديو قدامكم ظاهر اهوت. رحنا على البحر، يعني هحط لكم الفيديو بعد الكلام ده. بعد ما طلعنا على البحر بفتح عشان اكمل تصوير الفيديو، بفتح على القصبة لقيتها مكسورة نصين، يعني كل قطعة مكسورة كسر. بقى عندي القصبة 4 حتت. طبعا ما ينفعش. تواصلت مع امازون فقالوا ما فيش مشكلة، هات القصبة خد فلوسك، الناس محترمة. بس المشكلة فين؟ ان هو سلمني القصبة في امريكا، عنواني في امريكا وانا في جدة. طيب جيت اشحن من جدة لامريكا، لقيت الشحن اصلا بتمن القصبة مرتين، يبقى انا كده هخسر مش هكسب. فكده امازون ما عندهمش مشكلة، بس عايزين القصبة في العنوان اللي سلموها فيه وهم هياخدوها على حسابهم. بس انا عشان اودي القصبة من عندي من جدة لامريكا طبعا شحنها غالي. طيب رجعت للبريد السعودي اللي استلمت منه، يا جماعة انا استلمت منكم الحاجة ديت ولقيتها مكسورة. قال لك انت مضيت انك استلمت استلام نهائي خلاص. طب يا اساتذة، ما انتم عشان تسلموني الشحنة لازم امضي، يعني انت بتخلي الشحنة عندك ورا، انا امضي لك وانت تقول له اتفضل، بقول لك شكرا سلام عليكم. بالذات ان الكرتونه من بره ما فيهاش مشاكل، يعني شايفها سليمه يعني ما فيهاش حاجه، هعرف منين ان اللي جوه مكسور؟ فلازم استلم منك استلام نهائي واوقع وبعدين افتح. فطبعا ما نفعش معاهم خالص. تواصلت معاهم على تويتر، بعت لهم رساله يرد عليا بتاع خدمه العملاء، يقول لي لا يحق للعميل انه يشيك على الشحنه الاول قبل ما يوقع. طبعا كلام ما عمره ما بيحصل، يعني انا هاخد الشحنة افتحها قدامهم وبعدين ابص عليها سليمة ولا لا وبعدين اوقع؟ يعني عمر ما الموظف هيعمل كده. طبعا رجعت تاني للبريد السعودي للموظف اللي استلمت منه وقلت له حصل كذا كذا كذا، قال لي لا طبعا لازم توقع قبل ما تستلم. فالمهم القصبة بقت معايا ومش لاقي لها حل دلوقتي، مش عارف اوديها امريكا الامازون وهنا البريد السعودي خدمة واصل مع السلامة كده، ايه مالكش حاجة عندنا يعني. فانا عايز اخد رايكم في الحته دي، هل نقدر نصلح القصبه دي ولا لا؟ لو هنصلحها نصلحها ازاي؟ ادوني افكار كده لو حد عنده فكره، وانا هرد عليكم في فيديو بعد كده باللي حصل في القصبه دي ايه. وطبعا اللي حصل مفاجاه، يعني حاجه حصري حصري. يلا سلام عليكم. شكل القصبه ديت مثلا سيارة دست عليها، لا يمكن تكون مكسورة كسر عادي كده يعني. طبعا شايفين الكسر هنا عامل ازاي؟ ده الجزء العلوي
القصب. ده الجزء اللي تحت. السلام عليكم. هي هنا القصبة وصلت اهي من امازون، فهنفتحها ونشوفها كده نشيك عليها. السلام عليكم.